وبدي اياك بكره ضروري بالشركه. يعني ايه في شيء بدي اياك تكون موجود. تصبح على خير. مدام سمية تفضلي. آسفة إذا أجيت بهالوقت المتأخر بس ما رح طول. ولا يهمك، بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا. بليز تفضلي. أنا بعرف إني وقفت ضدك وحاربتك، كنت سلبية معك، بس صدقيني بعد اللي صار حسيت أنا قديش غلطانة. ما رح لف ودور عليكي بالحكي. اليوم بعد ما اتصلت فيكي رحت لعند زين على البيت وقال لي إنكم انفصلتوا. مزبوط. أنا وعدته إنه ما عاد اتدخل بحياته، ورغم هيك حكيت معه وكنا رح نتخانق من أول وجديد. سارة، انتو بتحبوا بعض، روحي لعنده واحكي له شو عم تحسي. عفوا يمكن انا ما لازم اطلب منك هيك طلب، بس خديها نصيحه من مره كبيره خبرت بها الحياه. لا تضيعي حياتك كرمال اشياء راح تحسيها بعد فتره كتير سخيفه. انا بعد كرم الله يرحمه ما بتعرفي شو صار بحالتي، وأنا متمنية من قلبي إنك أنتي وزين ترجعوا لبعض. مدام سمية، ما بعتقد إن الحكي رح يجيب نتيجة. أنا شفت هالشي بعيونه اليوم. زين أخذ قرار. طيب متواخذيني ازعجتك؟ لا ابدا، عن جد ما بدك تشربي شيء. لا شكرا، يسلموا ايديك، خاطرك